تجربة تحميل الدرايوول داخل المنازل في كندا. ده الدرايوول اللي هو بمثابة الحوائط الجبسية اللي يتم بها تقسيم البيوت. الأول يتم تحميل من المستودعات على ما يعرف بالكرين. دي البيوت، دي البيوت اهو. سيب دحين سيجارة، ضيفك سيجارة. داخل البيوت، البيوت بتبقى عبارة عن المين فلور، البيزمنت، البيزمنت قبل التقسيم، قبل تقسيم الحوائط. ده يعتبر الدور اللي هو بيسموه البيزمنت او دور البدروم اهو. قبل التقسيم اللي بيحصل قبل التقسيم ده بيجي الدرايوول، ده عبارة عن خشب بيتم وضع الدرايوول عليه ووضع مادة عازلة حماية من البرد للحر. ده طبعا داخل تحت الارض. ده مستوى الشوارع، ده مستوى الشوارع، وده البيسمنت. يبقى وادي الدرايوول اللي هيتم عمله على الحوائط الخارجية مقسمة الخشبية، مقسم الى حمام طبعا ده قبل تشطيب الحمامات. وده تعتبر هنا فيه الواش ماشين، تلاجة مثلا، اشياء زي كده. وبعد كده هنا يبدا الدور الاقل فوق. الدور اللي فوق برضه ده يسمى الدرجات، الدراج هنا، الادوار ده كله، ده كل ده لسه الدرايوول هي عليه يتقسم. ودي الكهرباء تبقى بهذا الواقع، كهرباء تكييف، وسيلة التكييف البارد والسخن. دي تجربة البيوت داخل كندا، وأظن معظم الدول اللي هي زي أمريكا وكندا ويمكن في أوروبا بعض منها. ده الدور اللي هو المين فلور يتم، أو المين فلور بتبقى هيتقسم برضه لسه. الدرايوول ده الشارع الرئيسي، ده الدور الأول. حمام، دي تقسيمة الغرف. وبعد كده برضو غرفة، وهنا ممكن برضو يكون حاجة خاصة بال، هنا الحمام السخن والسائع، السخن والسائع. ده على فكرة برضو ممكن يكون هنا يجي فيه حوض، هيبقى في حوض هنا وهنا اللي هو البانيو. البانيو اهوت، قاعدة الحمام. وديت زي الباك يارد الخاصة بالبيت. ده يعتبر الدور الثاني او الدور العلوي، عبارة عن برضو غرف، هتبقى غرف نوم. وهنا في طبعا هنا هيبقى في ممكن يكون في هنا برضو الحمام، او هنا الحمام برضو، وهنا غرفة كبيرة. وهنا ده يعتبر نهاية البيت، ده سقف البيت خالص. وده الشارع، الشارع الرئيسي. ده البيت،
عندي كهرباء، وده برضو نوع من لسه هيجي هنا حوائط اللي احنا قلنا لها دراجول. دي التقسيمة ممكن لسه تتقسم برضو، هيجي دراجول فيها. ده البيت، هذا البيوت اللي هي الجانبية. تصور زي انها بتبقى بلكونه بس مغلقه، ما بيتمش استخدامها في اي حاجه غير انها بتبقى ده يعتبر السقف بتاع مدخل البيت. برضه هنا بيتم عزله بمواد، برضه عشان المطر والشتاء، وطبعا في تصريف للميه. هو في المنطقه دي تصريف، في المنطقه دي تصريف للميه، ده يعتبر كله بيتم عزل البيت عبارة عن خشب، وده مادة للحفاظ على الرطوبة والحفاظ على الجو، البيت الحار أو البارد.